وأعرب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف عن شكره لبابا فرانسيس بابا الفاتيكان لحضوره فعاليات مؤتمر الأزهر العالمي للسلام. وأكد شيخ الأزهر الشريف أن تجارة السلاح وتسويقه وضمان تشغيل مصانع الموت هي سبب غياب السلام في العالم، واللي بقى بمثابة الفردوس المفقود رغم كل المتجرات العالمية. في الحقيقة الكلمة دي مهمة قوي، والتلميحة دي من شيخ الأزهر مهمة قوي، لأن هي قصة برضو مش أديان. العيب مش في الأديان السماوية، الأديان السماوية لو عرفناها زي ما ربنا أنزلها على البشر هنعرف كويس قوي إن مفيش دين بيدعو للعنف ولا القتل. هي القصة بيزنس، في بيزنس سلاح، في بيزنس قتل. هنكمل كمان كلمة شيخ الأزهر. أكد الدكتور أحمد الطيب إنه مفيش أي حل للمشكلات اللي بيعاني منها العالم دلوقتي إلا من خلال إعادة الوعي برسالات السماء. شدد كمان شيخ الأزهر على ضرورة العمل على تنقية صورة الأديان بكل اللي ارتبط بيها من مفاهيم مغلوطة وتدين زائف وكاذب، وطالب بنشر القيم الأخلاقية والإنسانية، وكمان إبراز قيمة السلام والعدل واحترام الإنسان مهما كان دينه أو عرقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية خالصة من الأزهر الشريف ومن مجلس حكماء المسلمين لحضراتكم، ممزوجة بالشكر لاستجابتكم الكريمة وزيارتكم التاريخية لمصر وللأزهر الشريف. هذه الزيارة التي تجيء في وقتها تلبية لنداء الأزهر وللمشاركة في مؤتمره العالمي للسلام، هذا السلام الضائع الذي تبحث عنه شعوب وبلاد وبؤساء ومرضى وهائمون على وجوههم في الصحراء وفارون من أوطانهم إلى أوطان أخرى نائية، لا يدرون أيبلغونها أم يحول بينها وبينهم الموت والهلاك والغرق والأشلاء والجثث المرقاة على شواطئ البحار في مأساة إنسانية بالغة الحزن. لا نعد الحقيقة لو قلنا إن التاريخ لم يعرف لها مثيلا من قبل، ولا يزال العقلاء وأصحاب الضمائر اليقظة يبحثون عن سبب مقنع وراء هذه المآسي التي كتب علينا أن ندفع ثمنها الفادح من أرواحنا ودمائنا، فلا يظفرون بسبب واحد منطقي يبرر هذه الكوارث التي أناخت مطاياها بساحات الفقراء واليتامى والأرامل والمسنين.